السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن حاجة خاصة بالخزنة، سواء كانت بتاعة الكريكت أو الفيروخ أو الماتادور، أي خزنة بالشكل ده، وهي إن أنا إزاي أقدر أملاها بأسرع طريقة ممكنة، وخصوصا أنت لما بنبقى في الطلعات بنبقى عايزين نملاها بسرعة قوي وما نضيعش وقت. ففي طريقة كده يعني اكتشفتها بالصدفة، لقيتها فرقت معايا في الوقت، فحبيت إن أنا أوريها لكم يمكن تساعدكم. يعني بنحط الخزنة في إيدينا كده، وبناخد شوية رش حلوين كده محترمين، وبحطهم على الخزنة كده وبهز، بس تاني كده زي ما احنا شايفين. ده صوت أواب قرب معايا. تاني ناخد الخزنة نحط عليها الرش، بس خلاص بس. وتحت أمركم.